عيدكم مبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعي صفحتنا الكرام، أبناء الجزائر وكل المسلمين، يطيب لي ويسعدني أن أغتنم فرصة حلول عيد الأضحى المبارك للإعراب لكم عن خالص التهاني وأصدق مشاعر المودة والتقدير. تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم جميعا بخير. كل عام وأنتم أفضل وأشرف وأرفع منزلة من ذي قبل. كل عام والخير والمجد لبلدنا والمستقبل المشرق لها بإذن الله، ودعاؤنا الدائم أن يحفظ العلي القدير الشعب الجزائري، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة وعلى كافة المسلمين بالخير الوفير والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان المقرونة بدواعي الرخاء والاستقرار. إنه سميع الدعاء. عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت صبر يا رسول، عيدكم مبارك.